خرجت مواقع التواصل الاجتماعي بإعلان الممثلة السورية أمل عرفة انسحابها من مسلسل حارة القبة 3، ونشرت بيان طويل فسرت فيه ليش أخذت هالقرار، وكتبت: اعتذرت عن حارة القبة بكل أسف وعن كتير أعمال تانية، تدنى مستوى العقلية الإنتاجية لحد بطل محتمل، وصرت هلأ ميالي للعمل بس مع يلي بقدر الفن والفنانين حتى لو بالمريخ، وما رح أقبل أشتغل مع أي منتج سوري ما بقدم لي العرض اللايق بسمعتي وموهبتي واحترافي. وقالت أمل إنه لازم كل المنتجين يتوقفوا عن سرقة الممثلين باسم الظروف والحروب والأوضاع القاسية، وبعد نجاح العمل بيستلموا حوالات بيع مسلسلاتهم بالعمولات الصعبة. وتابعت أمل وقالت إنه الممثل والممثلة السورية كان وبعدهم رح يبقوا الحجر الأساسي بكل مشروع سوري ناجح. وكشفت إنه شخصية إخلاص رح تجسدها ممثلة تانية بتحبها، وصارت تحبها أكتر لأنه بعتت لها رسالة وأخدت منها الإذن الأدبي لتلعب هالدور. وبالختام شكرت الممثلة أمر خلف يلي اتصلت فيها، ومن خلالها صارت على يقين إنه ما في أخلاق بهالمهنة ولا احترام للممثل، وأكدت إنه رح تتعاون بس مع المنتجين المحترمين والأمينين حتى لو كلف الموضوع إنها تغيب لفترات عن الشاشة. لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com، واشتركوا بقناتنا على يوتيوب ليوصلكن كل جديد.